كريم، مساء الخير عليك. بجد التحية لك طبعا زميلي امير هشام، وبجد التحية لزميلي شريف شعبان وكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. اكيد كالعادة طبعا يا امير، يعني وحشتنا التغطيات الخاصة بمباراة النادي الاهلي تحديدا، وتواجدنا في استاد القاهرة حاجة رائعة جدا ومميزة جدا. وزي ما اكدت معاك امبارح، ما بيبقى تنظيم النادي الاهلي، عارفين ان مفيش جمهور وما بيبقاش في ضغط كبير، لكن تنظيم النادي الاهلي في كل حاجة بيكون مختلف بشكل كبير جدا، سواء دخولنا خروجنا، دخول اللاعبين، الاماكن المنتظرة طبعا للاعيبة النادي الاهلي، الامور كثيرة جدا وفي معلومات كثيرة جدا عايز ابدا معاك فيها. طبعا احنا متواجدين في استاد القاهرة، تشديدات كبيرة جدا طبعا من العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي اللي عامل سيطرة كبيرة جدا، اكدت وقلت ان 60 فرد متواجدين داخل استاد القاهرة، الكل منتشر، الكل متواجد. ان شاء الله باذن الله النهاردة كل الامور دي تكون كلها ايجابية لفريق النادي الاهلي، ونستطيع ان نحصد 3 نقاط يكونوا مهمين جدا ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم، عايز اتكلم تحديدا عن الاجراءات الاحترازية وكيف يستقبل استاد القاهرة النادي الاهلي بعد فترة غياب. الاجراءات الاحترازيه كمان تحديدا، خصوصا ان المباراه من تنظيم النادي الاهلي، فمنظم النادي الاهلي المباراه ازاي بيتبعوا هذه الاجراءات؟ يعني حطينا في كل الكواليس يا كريم. يعني طبعا باكد عليك، يعني زي ما قلنا 60 فرد متواجد داخل استاد القاهره بالنسبه طبعا لافراد الامن، سواء من اهل مدينه نصر، اهل الجزيره، اهل الشيخ زايد. عايز كمان اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما نستفيد في الاجراءات الاحترازيه، وهي غرف خلع ملابس. النهارده ما فيش غرف خلع ملابس، لعيبه النادي الاهلي مباشره من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. يعني طبعا بكل تنفيذ توجيهات وزارتي الصحه أكيد. والشباب والرياضه، وايضا كمان الاتحاد الكره المصري، مباشره يكون على الملعب. فعشان كده كل التجهيزات هتكون طبعا في فندق الاقامه، طبعا مع زميلي شريف شعبان اللي استفاد بشكل كبير جدا في كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي حتى هذه اللحظه في فندق الاقامه. باكد لك كمان طبعا امير على الحاله اللي احنا لمسناها في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل طبعا دخولهم الى المعسكر مغلق. لعيبه عندها رغبه بشكل كبير جدا، وعندها طموح وامال كبيره ان هي ترجع من جديد تسعد كل جمهور النادي الاهلي. التركيز والالتحامات والقوه احنا بنشوفها في التدريبات دي رساله مهمه جدا للعيبه الصغيرين المتواجدين او لكل اللعيبه، ان الفتره اللي جايه محتاجه الجهد ده، محتاجه كل المباريات تكون مباراه كؤوس. هو النادي الاهلي عنده فارق كبير جدا من النقاط، وايضا كمان متصدر يعني في بالنسبه طبعا لاقوى هجوم في بطوله الدوري العام، لكن لسه عندنا المشوار طويل جدا، ولسه عندنا تلاحم مباريات كبير جدا. احنا نقدر نقول يعني كل اسبوع او 8 ايام هيكون في مباريتين، فامر مهم جدا اللعيبه تكون واصله للتوب فورم بالنسبه طبعا للياقه البدنيه، وايضا كمان ذهنيا في الملعب. بنتمنى النهارده مستر نيفار بقى يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بيه النهارده مباراه الاهلي وانبي، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي ان هم يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. وال3 نقاط الاولى والانطلاقه الاولى بتفرق بشكل كبير جدا في استكمال مشوار بطوله الدوري العام. طيب كريم وشريف، عايز يعني العب معاكم لعبه كده في السريع ونتوقع مع بعض التشكيل الاهلي، كل واحد فينا يتوقع ونشوف ايه، هنراهن على حاجه وبعد الهوا نتفق على الرهان هيكون ايه. فخلينا نبتدي كده بشريف، توقعاتك للتشكيل ايه النهارده؟ أنا توقعاتي طبعا التشكيل هيعلن رسميا بعد المحاضرة اللي هتكون الساعة 6. فايلر من مدارس المدربين اللي بيحب يعلن التشكيل في قبل المباراة بساعات قليلة جدا يعني من هذه المدرسة فايلر. ولكن توقعنا الشخصي ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، 2 سردباكات أيمن أشرف ومحمود متولي، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، 2 ديفندرين عمرو السلية وأليو ديانج، 3 في الأمام الشيخ أجاييه أفشة تمام مروان محسن. ده توقعنا الشخصي، الشيخ أجاييه أفشة مروان محسن، ده توقع شريف. طب أنا أقول توقعي بعد كده نروح لكريم. ده توقع شريف. أنا أتوقع طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، 2 مساكين متولي وأيمن أشرف، قدامهم السلية وديانج، قدامهم ممكن نحط إيه، أجاييه أفشة وجيرالدو وأليو باجي. ده تشكيل النادي الاهلي، ده توقعي. ماشي توقع، انت كده مختلف معايا في اتنين. ماشي توقعك انت بقى يا كريم ايه؟ يعني طبعا انا مش هخرج عن توقع امير طبعا بصراحه، يمكن التوقع ده هو الاقرب بالنسبه لي للتشكيل. يعني الشناوي من خط الدار من الشمال اليمين، معلول، ايمن، متولي، هاني في المنتصف طبعا، ديانج والسوليه امامهم، افشا على الاطراف، اجاييه وجيرالدو، وفي الهجوم مروان محسن. نقدر نقول جنب جيرالدو ممكن تحط يعني وليد سليمان بين قوسين، ممكن يكون ليه فرصه. طبعا انت عارف ممكن يكون في ظروف كثيره جدا ومتغيرات كثيره جدا طبعا زميلي امير، بمجرد تحرك الفريق الى الوصول الى استاد القاهره. لكن الاقرب طبعا اللي انت التشكيل اللي انت ذكرته، لكن بحط بين قوسين كمان يكون متواجد مع جيرالدو وليد سليمان. لكن الكل اي حد يكون متواجد كالعاده طبعا زي ما انت عارف زميلي امير وزميلي شريف، اي حد يكون متواجد في تشكيله فريق النادي الاهلي بالنسبه لمباراه اليوم النهارده يكون مركز، يكون موفق، وان شاء الله التوفيق بقى يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا النهارده، ونحصل 3 نقاط يكونوا مهمين جدا مع فريق النادي الاهلي. بعد الهوا نتواصل ماشي، وبعد المباراه كمان ونشوف الران هيكون ايه. بشكركم شكرا جزيلا،
شريف شعبان وكريم احمد مراسلي قناه الاهلي المميزين جدا في الحقيقه، وكانت مداخله بالنسبه لهم مهمه جدا، واتكلمنا في كل الكواليس بتتعلق بالفريق، سواء استعدادات استاد القاهره لاستضافه النادي الاهلي النهارده بعد غياب، وايضا استعدادات الفريق في مقر الاقامه قبل التحرك لملعب المباراه.